اكيد المعلم الموجود والاخ مدير الحسابات، احنا ما راح نتخر اي جهد في سبيل ان نستحصل على هذه المبالغ، ومثل ما صار الجراحه والصحه وغيرها ان شاء الله نصل الى نتيجه في هذا الاتجاه. لكن اكو موضوع اهم انا باعتقادي يا اساتذتي يا اخواتي ويا اخوتي، تشوفون الظرف اللي يمر به العراق، تشوفوا مسافر والموصل عزيز علينا، لا اولادنا ولا اموالنا ترخص على الموصل. فصبرا يا ايها الاخوان يا ايتها الاخوات في سبيل انه نعبر هذا الظرف الصعب اللي يمكن ان ياخذنا الى المجهول، احنا خلي نحافظ على مدينتنا، خلي نحافظ على وضعها، لانه هناك من يحاول ان يدفع هذه المدينه باتجاه الخراب واتجاه لا تنهض ولا تقوم منها قائمه. كان بدنا ان تكون التعيينات ورقيه وعلى المناطق، كل منطقه يجي مدير تربيه الحمدانيه ياخذ كفايته الدرجات المخصصه، ويعينون ابناء المنطقه اللي ما يطالب بنقل، وما تبقى من هذه الدرجات تحول الى مركز المدينه، لان الثقل الاغلبيه كان في مركز مدينه الموصل. اكو نقطه اساسيه يمكن ما ذكرتوها، هي المحاضرين مجانين وما حد يمثلهم. احنا كاباء واخوة لهم لا تنسوهم، لان ذولا ايضا اذا ما تعين تصير له فرصه لعائلته كمورد ودخل، تسعون بان تصدر اوامرهم كعقود وزاريه. المدرسين ما عنده قاعه ياخذ محاضره بها، فاتمنى ان تشملون بنايه معهد الفنون الجميله الاصليه بالاعمار او الاستعمار جزئي حتى تنحل هاي المشكله عندنا. بالنسبه للتعويضات من ضمنهم انا دارس انه حددوا انه المبالغ اللي اقل من 30 مليون تصرف عن طريق المحافظه، فاذا يعني تسهلون الاجراءات والروتين في سبيل انه الناس يعني تحصل على تعويضاتها بالنسبه للدور. اليوم ويا الاخ نقيب المعلمين التقينا ب ثله من المعلمين والمعلمات حول الرواتب والمدخرات مالهم اللي لحد الان لم تصرف من وزاره الماليه. تكلمنا معاهم، ان شاء الله الاخ نقيب المعلمين يذهب لبغداد واحنا ايضا راح نتعاون معاه في سبيل الحصول على حقوق هن من المعلمين والمعلمات ان شاء الله. اليوم كان لنا وقفه ومؤتمر احتجاجي ضد عدم صرف المستحقات الماليه من قبل وزاره الماليه. شرفنا بهذا المؤتمر السيد محافظ نينوى السيد نجم الجبوري. طرحت عدة مواضيع من قبلنا وهي المخصصات المهنية وغيرها من الأمور المالية المتعلقة والتي لم تصرف لحد هذه اللحظة. إن شاء الله سيكون لنا لقاء في اليومين المقبلين مع المسؤولين في وزارة المالية من أجل الوقوف على ملابسات عدم صرف هذه المبالغ عهدا منا لزملائنا التربويين. في حالة طبعا فاتني أن أذكر موقف لبعض نواب نينوى حول هذا الموضوع الذي إن شاء الله سيرافقوننا في زيارتنا لوزارة المالية، عهدا منا لزملائنا التربويين بأن نبقى الصوت القوي والمدوي من أجل استحصال حقوقهم المشروعة. في حالة عدم استجابة وزارة المالية ستكون لنا وقفات يكفلها الدستور العراقي والقانون وقانون نقابة المعلمين، وسنباشر في بإقامة دعوة قضائية ضد وزارة المالية، وتتكفل نقابة المعلمين جميع أتعاب هذه الدعوة، وإن شاء الله تستحصل الحقوق ولا نضطر إلى إقامة الدعاوي في المحاكم. بالنسبة للرواتب المدخرة التي تمتنع وزارة المالية عن صرفها بحجة أنه عدم كونها من المخصصات المتغيرة، أثبتنا لهم عمليا وقانونيا أنها من المخصصات الثابتة حسب قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011. ما زالت وزارة المالية تمتنع عن الصرف، لكن جهودنا وجهود العاملين في وزارة التربية والمديرية العامة للتربية
2 واليوم يعني ابدى السيد المحافظ استعداده الكامل للتدخل في هذا الموضوع. ان شاء الله سيتم الحصول على كامل المخصصات المهنيه المقطوعه، كذلك هناك حقوق اخرى لم يتم الحصول عليها لحد الان من قبل منتسبي مديريتنا، بالاخص اجور الامتحانات لعام 2017 التي امتنعت وزاره الماليه ايضا، واكرر امتنعت وزاره الماليه عن تمويلها بالرغم من وجود التخصيص المالي في حينه، حيث انه كان هناك استهانه في عمليه التمويل عندما طلبنا 2,500,000,000 في الدفعه الاولى، مولتنا وزاره الماليه ب 25 مليون فقط. مشكله العلاوات والترفيعات مشكله قائمه ما زالت قائمه ويصعب حلها ايضا، لكن هناك جهود ان شاء الله من قبل الساده النواب والسيد المحافظ ايضا طرح الموضوع عليه، نتمنى ان يكون له دور في حل هذه المشكله. هناك ناس غبنوا من عام 2014 إلى الآن في مسألة الترفيعات.